مساء الخير وأهلا بكم إلى هذه النشرة من تلفزيون لبنان. مساء الخير. مجلس الوزراء سينعقد بعد جلاء نتائج الاتصالات السياسية الجارية لضمان المرونة في العمل والإنتاجية في الجلسات، وهناك زيارة مرتقبة للرئيس أمين الجمي للسرايا الحكومية. وتقول أوساط العماد ميشيل عون لتلفزيون لبنان إنه حريص على عدم انقطاع جلسات مجلس الوزراء، وأنه يؤيد فكرة التوافق بين الأفرقاء البارزين أصحاب الكتل النيابية الكبيرة قبل كل جلسة تكون مخصصة لقضايا مهمة، مع ترك جداول الأعمال العادية للجلسات طالما هي غير ملتصقة بقضايا وطنية أو سياسية أو أمنية مهمة. وأعرب العماد عون عن ثقته بالاستقرار في البلد واطمئنانه لعدم ارتداد مشاكل المنطقة على لبنان إذا ما تم الاستمرار في القرار المتخذ من القيادات بمواصلة الحوار وتحصين الأجواء الأمنية وحصر الخلافات السياسية. وفي الخارج، الرياض محطة بارزة لليوم التالي بمحادثات بين الملك سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، غداة المحادثات بين العاهل السعودي والرئيس المصري. وترافق ذلك مع إعلان وزير الخارجية الروسي مساهمة بلاده في نجاح التفاوض الأمريكي الإيراني. وفي ظل هذا النجاح، بدأ الجيش العراقي عملية كبيرة ضد داعش في تكريت بمؤازرة طيران التحالف الدولي. تخوض القوات العراقية وفصائل الحشد الشعبي حرب شوارع مع داعش في بعض أحياء قضاء الدور في محافظة صلاح الدين شمالي بغداد. وقال مصدر أمني إن القوات العراقية تمكنت من تحرير المجمع السكني في قضاء الدور بعد مقتل وإصابة العشرات من مسلحي داعش، فيما أصيب 33 عنصرا من قوات الحشد الشعبي خلال المواجهات. وأضاف أن القوات العراقية سيطرت على نحو 50% من مدينة تكريت كبرى مدن محافظة صلاح الدين وأنها مستمرة في التقدم. إلى ذلك، قال مصدر في قيادة عمليات سمراء إن العشرات من مسلحي تنظيم الدولة قتلوا في قصف لطيران الجيش العراقي استهدف رتلا عسكريا لداعش شمال شرقي سمراء. من جانبه، كشف مصدر في قوات البشبركة الكردية في محافظة نينوى شمالي العراق أن القوات نجحت في صد هجوم واسع شنه مسلحو داعش من 4 محاور على مواقع البشمركة في مدينة سنجار. وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد التقى في وقت سابق بالقادة العسكريين في محافظة صلاح الدين قبل شن الهجوم، وعرض العبادي عفوا عاما عن كل مقاتلي العشائر السنية الذين تركوا تنظيم الدولة الإسلامية، واصفا ذلك بأنه آخر فرصة. وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السعودية في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام، حيث استقبله الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود على أرض المطار، ومن ثم أقام في قصره في الرياض مأدبة غداء تكريما له. ومن المقرر أن تتضمن المباحثات بينهم العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وأوضاع المنطقة، وعلى رأسها الملف الإيراني والسوري واليمني وتبادل وجهات النظر بشأن آخر التطورات الإقليمية والعالمية. بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيره الأمريكي جون كيري مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، إضافة إلى تسوية الأزمة الأوكرانية والملف النووي الإيراني. وأشار بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية إلى أن لافروف أكد خلال اللقاء عدم وجود آفاق لحل الأزمة السورية بالقوة، منوها بأهمية تهيئة الظروف لإطلاق حوار سياسي شامل بين الحكومة والمعارضة في سوريا، مع الأخذ بعين الاعتبار خبرة اللقاء التشاوري في موسكو في كانون الثاني الماضي. كما أكد الوزير الروسي ضرورة تنسيق الجهود بين التحالف الدولي المضاد لتنظيم داعش الإرهابي والقوات السورية التي تكافح الإرهابيين على الأرض بحسب تعبير لافروف. وإلى الأخبار المحلية بعد الإعلان. أهلا بكم من جديد. في المواقف من آلية عمل مجلس الوزراء، كشف النائب إلي ماروني عن لقاء سيعقد خلال 24 ساعة المقبلة بين رئيس الحكومة تمام سلام والرئيس الجميل، مؤكدا في حديث لتلفزيون لبنان الوصول إلى حلحلة في الشأن الحكومي. بوادر حلحلة حكومية تترجم في عودة استئناف جلسات مجلس الوزراء هذا الأسبوع، وفق ما أكد النائب إلي ماروني الذي كشف أن الكتائب يريد الحكومة مثمرة ومنتجة، مشددا على وجوب أن تكون الأولوية لتذليل العقبات من أمام انتخاب رئيس للجمهورية، ومؤكدا أن الكتائب ستسهل عمل الحكومة.
الرئيس جميل بتربطه علاقة وثيقة جدا برئيس الحكومة، وكان مقرر يلتقوا باليومين الماضيين، لكن الرئيس جميل موجود خارج لبنان بيجي اليوم، وبالتالي بعتقد خلال 24 ساعة رح يكون في لقاء مع رئيس الحكومة ولقاء صريح، وهو صار في اتصال بيناتهم، وأكيد وزراء الحكومة عم بيزوروا رئيس الحكومة ووزراء الكتائب عم يبحثوا معه بكل هالأمور. الأجواء اليوم بتشير أنه في نوع صار من التوافق على تسهيل اتخاذ القرارات بمجلس الوزراء، خصوصا القرارات التتعلق بالمواطنين بعيدا عن الإجماع والتصويت، لكن ليس بطريقة خطية، إنما هي اتفاق شفوي صار لتسهيل عمل الحكومة وعدم العرقلة لأسباب شخصية. يعني نحن شفنا بالمرحلة الماضية إنه هنالك من قال لن أصوت أو لن أوقع إذا ما عملوا هيك بمدينتي. هلا نحن مش بهذا الوارد، نحن ما عم نحكي بمنطق مناطقي ولا حزبي ولا شخصي، نحن سنسهل عمل الحكومي بكل ميادينا، لكن نبقى على اصرارنا بضروره انتخاب رئيس. نحن هدفنا البناء وليس التهديم، ونحن ولا مره لعبنا دور المعرقل، نحن نعترض على بعض الامور لكن لا نعرقل عمل الحكومي، والا ما كنا فتنا بالحكومه، كنا عرضناها من برا، نحن نريدها حكومه مثمره ومنتجه. اليوم بالنسبه لموضوع الاليه، نحن الطرح الاول عندنا والاخير هو انتخاب رئيس الجمهوريه، والاليه الوحيده هي انتخاب رئيس جمهوريه، ساعتها يطبق الدستور والقانون، وبصير القرارات تؤخذ في مجلس الوزراء بالتصويت او بالاجماع او بالتوافق مثل ما بيدير الجلسه رئيس الجمهوريه او رئيس الحكومه. اللقاء التشاوري، أضاف ماروني، سيكمل اجتماعاته مستغربا الضجة التي أثيرت حوله، مؤكدا أنه ليس جبهة جديدة بل لقاء للتشاور في أمور تتعلق بعمل الحكومة. وفد من حزب الله زار مقر حزب الطشناق، وكان توافق على وجوب الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، وفي الملف الحكومي تشديد على أن التعطيل لا يفيد أحد. تحت عنوان التهنئة بانتخاب اللجنة المركزية الجديدة لحزب التشناق، كانت زيارة وفد بن حزب الله إلى مقر التشناق في برج حمود، إلا أن هذه الزيارة كانت مناسبة لمقاربة عدد من الأمور، وكان اتفاق حول أهمية مقاربة ملف التهديد الإرهابي التكفيري بمسؤولية عالية، لأن انعكاساته ليست فقط على فئة محددة إنما على الوطن. ودعا رئيس المجلس السياسي لحزب الله السيد إبراهيم أمين السيد إلى وجوب وقف سياسة التضليل والمواجهة بموقف موحد. وحول الملف الرئاسي، لفت السيد إلى أن لا أحد لديه المصلحة بتأخير الانتخاب. نحن مع أن يجري الحوار والنقاش الجدي والفاعل بين الأطراف بهذا الشأن وبالأماكن الصحيحة حتى نصل إلى نتيجة، ونخرج موضوع رئاسة الجمهورية من دائرة تسجيل النقاط من طرف على طرف تحت عناوين سياسية، ونذهب بجدية إلى الآليات التي تؤدي إلى انتخاب رئيس. نحن مع أن المؤسسات الدستورية في لبنان تعمل بكل جدية خصوصا في هذه الظروف، وتعطيل المؤسسات ليس من مصلحة. وفيما أدى السيد ارتياحه للحوار مع تيار المستقبل، شدد على أن نقاط الحوار ليست ببسيطة. نقاط مهمة جدا وصعبة جدا، لكن وهذا يعني أنه لا نتوقع بسرعة أن نصل إلى النتيجة، لكن الأهم من هذا هو الإرادة الجدية المتوفرة لدى الطرفين للوصول إلى نتائج إيجابية وجدية في هذا الشأن. أما النائب أجوب بكرادونيا فشدد على أهمية التوافق، لافتا إلى أن الآراء كانت متطابقة حول كافة الأمور. الأولوية موضوع انتخاب رئيس الجمهورية، نحن نعتبر والآراء كانت متطابقة بين وفد الحزب ووفد حزب التشنام بضرورة إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن، واتطرقنا أيضا لموضوع الحكومي وضرورة إعادة تفعيل العمل الحكومي بأخذ بعين الاعتبار التوافق ولكن دون التعطيل.
وحول التطورات الإقليمية كانت الآراء متطابقة حول وجوب مواجهة ما يحصل من مشاريع تقسيمية وإرهابية في المنطقة. الرئيس بري رشح عقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع، والتقى وفد اللقاء الأرثوذكسي والسفير المصري الذي أكد دعم مصر لرعاية الرئيس بري الحوار القائم بين حزب الله وتيار المستقبل. وفي عين التيني جلسة جديدة عقدت هذا المساء للحوار القائم بين الطرفين. العقدة الحكومية بحثها رئيس مجلس النواب نبيه بري مع زواره، مرجحا أن تنعقد جلسة مجلس الوزراء هذا الأسبوع بنفس الآلية التي كانت معتمدة لاتخاذ القرارات مع تغيير في الروحية والممارسة، مشددا على رأيه بالاحتكام إلى الدستور في ممارسة آلية عمل الحكومة. الرئيس بري التقى وفدا من اللقاء الأرثوذكسي برئاسة الأمين العام للقاء النائب السابق مروان أبو فاضل، الذي شدد على ضرورة الوحدة الوطنية بين اللبنانيين كسد منيع في وجه دخول الإرهاب، مثنيا على دور الرئيس بري في رعايته الحوار القائم بين حزب الله وتيار المستقبل. يعني بدون هذا الرأس سيبقى الجسم مريضا، ومثل ما عم بتشوفوا الجسم مريض، كل المؤسسات ما بدي أقول مشلولة بس شبه مشلولة، وبالتالي إن شاء الله نقدر نتوفق بالوصول إلى يعني ما يرضي اللبنانيين. وفي عين التين الرئيس بري التقى السفير المصري في لبنان محمد بدر الدين زايد، الذي أكد حرص مصر على دعم الجهود التي يقوم بها الرئيس بري في انعقاد جلسات الحوار القائمة بين حزب الله وتيار المستقبل، آملا أن يسفر هذا الحوار عن نتائج إيجابية وأن ينتهي الفراغ الرئاسي في لبنان. هناك حرص كبير من دولة الرئيس على إطلاع مصر على ما يدور في لبنان وعلى رؤية الرئيس بري في بشأن الاستقرار الإقليمي. هناك حرص مصر كبير أيضا على دعم الاستقرار في لبنان وعلى دعم كل الجهود الإيجابية التي يقوم بها الرئيس بري في هذا الصدد. السفير المصري أكد التوافق والرئيس بري على أهمية دعم الاستقرار الإقليمي ودعم المشروع العربي، متطرقا إلى مؤتمر شرم الشيخ والمعركة التي يخوضها الجيش المصري للقضاء على الإرهاب. وفي السرايا الحكومية، رئيس مجلس الوزراء تمام سلام التقى المدير العام لأمن الدولة لواء جورج قرعة وعرض معه الأوضاع، والتقى أيضا رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر. مع إصرار وتأكيد رئيس الحكومة تمام سلام أنه لن يعمل إلا وفقا للدستور، لم توجه حتى الساعة أي دعوة لانعقاد مجلس الوزراء، علما أن المشاورات السياسية مستمرة في هذا الإطار. رئيس مجلس الوزراء تمام سلام اجتمع في السرايا إلى وفد من لقاء بيروت ضم نواب حاليين وسابقين، وجرى عرض لمجمل الأوضاع السياسية الراهنة في ظل عدم انعقاد مجلس الوزراء، إضافة إلى شؤون تتعلق بالعاصمة بيروت. كل شيء عم ننادي فيه التأكيد على حفظ الأمن بهذيك المنطقة، بس بنفس الوقت افساح المجال لإعادة ضخ الحياة والدم لقلب مدينة بيروت. وفد من الجامعة الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا برئاسة رئيسة الجامعة دكتور هيام صقر زار رئيس سلام وبحث معه في أوضاع الجامعة. الرئيس سلام التقى رئيس جمعية تطوير العلاقات اللبنانية الفرنسية دكتور زياد نصور. الرئيس سلام عرض شؤونا أمنية مع المدير العام لأمن الدولة اللواء جورج قرعة، والتقى رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عواد وبحث مشاريع مجلس الإنماء والإعمار مع رئيسه المهندس نبيل الجسر. لا بد من الإشارة إلى أن جلسة الحوار السابعة بين حزب الله وتيار المستقبل قد بدأت منذ بعض الوقت. وبالعودة إلى المواقف، الرئيس سليمان يعتبر أن ما يقرر التصويت في مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة، وتخوف من عدم تطبيق الاستحقاقات الدستورية وأن تصبح أو يصبح هذا الأمر عادة. اعتبر الرئيس العماد ميشيل سليمان في حديث لقناة سكاي نيوز العربية أن استسهال التمديد وعدم تطبيق الدستور وتنفيذ الاستحقاقات الدستورية بموعدها يخشى أن يصبح عادة سيئة في لبنان، ويجب أن تتوقف هذه الحالة. ولفت إلى أن من يقرر التصويت في مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة، فصلاحيته مطلقة ويطرح الأمور على التصويت. من يقرر التصويت هو رئيس الحكومة، صلاحيته المطلقة يطرح الأمور على التصويت، ولكن هو ارتقى وارتضى وتعهد على نفسه من أول ما صار الفراغ الرئاسي أنه لن يطرح الأمور على التصويت. الرئيس سليمان أرجع انقطاع علاقته بالرئيس السوري بشار الأسد إلى حادثة توقيف وزير الإعلام السابق ميشيل سماحة وبحوزته متفجرات.
علاقتي كانت ممتازة مع رئيس بشار الأسد، توقفت العلاقة من بعد مجيء ميشيل سماحة على لبنان مصطحبا معه متفجرات من سوريا. هذا بعد اتهام، بعد اتهام لم يثبت. انا لم اتهم سوريا. انا طبعا اتهام هو على ميشيل سماحة. القضاء لديه اتهام بالقرار الظني لبعض المسؤولين السوريين. انا تمنيت ان اتلقى ايضاحا حول هذا الامر، لانه ميشيل سماحة كان هو موفد بيني وبين الرئيس السوري يعني ببداية العهد، ولما لاحظت أنا أنه عنده تصرفات سياسية منفردة عن رغبتي وربما عن رغبة الرئيس السوري، عدت تخليت عنه كجو بتوين ونقينا شخصية أخرى لهذا الغرض. وتفاجأ عندما أرى ميشيل سماحة الذي كان موضع ثقتي وموضع ثقة الرئيس الأسد أنه يأتي بالمتفجرات إلى لبنان. صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه البيان الآتي: في انتهاك جديد للسيادة اللبنانية والقرار 1701 أقدم زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي في فجر اليوم على خرق المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة لمسافة 10 أمتار، وقام عناصره بتهديد طاقم مركب صيد لبناني، وقد جرى التنسيق بين الجيش وقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان معالجة الخرق المذكور. أمنيا أيضا، قامت الأجهزة المعنية في المديرية العامة للأمن العام خلال الفترة الممتدة من تاريخ 24/2/2015 ولغاية 2/3/2015 وبإشراف النيابات العامة بتوقيف عدد من الأشخاص بتهم ارتكاب أفعال جرمية، وذلك على الشكل التالي: 22 شخصا بجرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال لأشخاص من لبنان إلى دول أوروبية وأسيوية وأفريقية، 3 أشخاص بجرم الدخول خلسة ومخالفة نظام الإقامة، 2 بجرم الاحتيال وتهريب أشخاص عبر طرق غير شرعية، وأحيلوا جميعا إلى القضاء المختص بعد انتهاء التحقيق مع الموقوفين. ونشاطات وزارية متفرقة في هذا التقرير. رأى وزير الأشغال العامة غازي زعيتر أن التوافق في عمل الحكومة قبل التصويت هو بالأساس نص دستوري، ونحن لا نطالب الخروج على النصوص الدستورية التي توجب الوفاق بين القوى السياسية الممثلة في الحكومة، ولكن إذا لم يتم التوافق على اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء فلا بد من تطبيق الدستور باللجوء إلى التصويت. عرض وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق التطورات مع النائب السابق محمود طبو ومنسق أمانة 14 أذار فارس سعيد الذي شدد على ضرورة الحفاظ على المؤسسات وانتخاب رئيس. أعلن وزير البيئة محمد المشنوق في مؤتمر صحفي عن يوم المحميات في لبنان في 10 أذار داعيا اللبنانيين لزيارة المحميات الطبيعية. أطلق وزير الزراعة أكرم شايب لجنة قطاع الحليب التي ضمت ممثلين عن مصانع الألبان والأجبان وممثلين عن مربي الأبقار، وأكد على تثبيت سعر الكيلوغرام حليب على 1000 ليرة مشروطا باستلام الكميات المنتجة وبالنوعية. النائب هادي حبيش قدم استجوابا للحكومة حول المخالفات القانونية في وزارة التربية بشأن المناقلات. عملا بأحكام المادة 131 من النظام الداخلي للمجلس النواب، تقدمت اليوم باستجواب للحكومة، موجه إلى الحكومة بشخص وزير التربية. طبعا موضوع هذا الاستجواب هو المخالفات القانونية العديدة التي ترتكب في وزارة التربية وبشكل أساسي في المناقلات التي تحصل في وزارة التربية، التي تؤدي إلى هدر الأموال العمومية وتؤدي إلى مخالفة القانون 442 الذي يحكم طريقة إجراء المناقلات. أخبار محلية متفرقة في هذا الشريط. أوعز وزير الصحة وائل أبو فاعور بفتح تحقيق فوري في قضية وفاة الطفل عبد الرؤوف منير الحولي مع كل من مستشفى رحال واليوسف في عكار اللذين رفضا استقباله وفق ما ذكر والد الضحية، على أن يتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات في ضوء ما يتوصل إليه التحقيق. والد الضحية وضع هذه القضية برسم وزير الصحة حتى لا يموت طفل آخر، وادعى على كل من تسبب بالوفاة
في مخفر حلبة. أملت النائبة بهية الحريري أن تعود الروح والفاعلية للمؤسسات في ظل أجواء الحوار بالمسارعة إلى انتخاب رئيس للجمهورية وانتظام الحياة السياسية والدستورية في هذا البلد. كلام الحريري جاء خلال رعايتها في مجد اليون حفل اختتام الأنشطة والألعاب الرياضية التي نظمها قطاع الرياضة في تيار المستقبل منسقية صيدا والجنوب في الذكرى السنوية العاشرة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري. أعلن أصحاب مكاتب التخليص الجمركي الإضراب المفتوح في منطقة المصنع احتجاجا على الإجراءات الرسمية التي ترافق العمل اليومي هناك، ورفضا لغياب المختبرات التابعة لمعهد البحوث الصناعية فضلا عن العقبات والعشوائية في الساحات الجمركية والتأخير في انسياب الشاحنات. أقامت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في الذكرى 46 لانطلاقتها مهرجانا شعبيا حاشدا في حضور السفير الفلسطيني أشرف دبور والعميد منير شعبان ممثلا وزير الداخلية نهاد المشنوق والقاضي خلدون عريمط ممثلا مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، إضافة إلى قادة وممثلي الأحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية وحشد من ممثلي السفارات العربية والأجنبية. وإلى الفقرة الاقتصادية. يعمل العدو الإسرائيلي على التنقيب الأفقي في البحر، البعض يعتقد أنه يعمل على سرقة حصة لبنان. أستاذ فؤاد السعد، حضرتك خبير في مجال النفط، ما هي المخاوف الحقيقية في هذا الموضوع؟ في هناك مخاوف، لأنه اليوم الكيان الغاص الإسرائيلي عنده القدرة التكنولوجيا والتفوق التكنولوجي أنه يعمل تنقيب وحفر أفقي horizontal drilling، اللي هو قليل البلدين بالعالم اللي عندهم إياه. ونحن بنعرف من خلال تصرفاته السابقة للكيان الغاصب أنه عنده الجشع وعنده قلة الضمير أنه يعتدي ويحلل شيء مش لقله. بقى من هالمنطلق هيدا لازم الدولة ما بقت تتأخر حقيقة ويقوموا بمبادرة منشان يجيبوا التكنولوجيا الموجودة عند بعض الشركات الاسكندنافية وغيرها كمان أنه يثبتوا على الكيان الغاصب أنه عم بمد إيده على الثروة اللبنانية. يعني اليوم مع تأخير إقرار مرسومي قديش لبنان عم يخسر اقتصاديا جراء هذا الموضوع؟ هيدي فرص عم بتروح من قدامنا وفيها خسارة على ربح، من الصعب أنه الواحد يقدر يحصيها حتى، لأنه اليوم أنت وقت المنك عم بتجيب مثلا استثمارات بالمصفيات الموجودة بلبنان، ومنك عم بتأمن اللقيم الطاقوي واللقيم الصناعي للصناعات الموجودة بلبنان، معناتها في ناس لو هاللقيم هيدا موجود لدى الصناعة اللبنانية كانت فيها توظف عالم، فيها توظف يلي عم بيتخرجوا من جامعات لبنان، بدل ما يلاقوا شغل هون عم بيروحوا لبرا. يعني اليوم بعض الخبراء بيقولوا لو تم تأخير هيدا الموضوع ما في إشكال وما في خسارة على الاقتصاد اللبناني. أنا حقيقة مني من هالرأي 100%. هي طبعا هالثروة هيدي يعني رح يضل إلى قيمة، لأنه من هلأ لعشرين سنة وثلاثين سنة وحتى أكثر اللقيم الطاقوي رح يكون من البترول والغاز بنسبة عالية جدا، يمكن 70% أما 75%. بضل في كمان الطاقة النووية والطاقة المتجددة وغيرها، بس رح يكون في حاجة للبترول والغاز، ولكن في خسارة على كلف وفي خسارة من ناحية العنصر البشري، إنه هالعنصر البشري بدل ما نعلمه وندربه إن كان بالمدارس ولا بالجامعات ولا بالمدارس المهنية، بلش لبنان بجامعاته بموضوع تنقيب عن النفط، هيدا طيب التخصص يعني طيب بلش عظيم. فإذا شو المانع إنه اليوم ما بيعيدوا تأهيل مصفات الزهراني ومصفات البداوي يلي بسنة 1970 كانوا عم بيكرروا 55,000 برميل بالنهار؟ يعني إذا عم بيزيدوا كانوا 10% من وقتها لليوم، كنا اليوم صرنا بالمليون برميل بالنهار يمكن. طبعا مؤسف نحن اللي وصلنا لإله بموضوع النفط، والمطلوب إقرار مرسومي تنقيب النفط وسريعا. والمزيد من الأخبار الدولية بعد الفاصل. مجددا أهلا بكم. البابا فرانسيس استنكر الوحشية والفظاعات التي استهدفت المسيحيين والأقليات الأخرى في العراق وسوريا، مبديا أسفه للأنباء المأساوية الواردة من الأراضي العراقية والسورية. وفي عظاته بعد القداس في ساحة القديس بطرس في حاضرة الفاتيكان، أكد أننا لا ننسى الذين يعانون أوضاعا صعبة، إننا قريبون منهم ونصلي لأجلهم باستمرار من أجل وقف هذه الوحشية بأسرع وقت.
في الملف السوري أكدت قوى المعارضة رفضها خطة المفد الدولي ستيفان دي ميستور المتعلقة بتجميد القتال المستمر على محاور مدينة حلب، وأوضحت أن لا لقاء معه إلا على أرضية حل شامل للأزمة السورية وليس على أساس جزئي. من جهة ثانية، أطلق تنظيم داعش مساء أمس 20 من الأشوريين المختطفين لدى التنظيم من مدينة كورات في الحسكة، حيث تمكن الجيش الحكومي السوري من إعادة السيطرة على عدد من القرى هناك. وفي دمشق، الأمين العام للحزب الوطني التركي المعارض دوغو بيتشيك جال مع وفد الأحزاب التركية المعارضة في عدد من المناطق، حيث رأى أن الرئيس بشار الأسد جعل من سوريا تمتلك القوة لإسقاط النظام الإمبريالي العالمي، الأمر الذي يساهم في الحفاظ على وحدة تركيا. في مصر، وقع انفجار قرب مقر دار القضاء العالي في وسط القاهرة أوقع عددا من الجرحى، وتحدثت معلومات عن مقتل أحد الأشخاص، إشارة إلى أن مبنى الدار يضم محكمة النقد وهي أعلى محكمة في مصر ومكتب النائب العام. وفور وقوع الانفجار تجمع عدد من المواطنين أمام الدار منددين بالإرهاب ومرددين هتافات دعما للجيش والشرطة ومناهضة لقطر وتركيا وأمريكا وجماعة الإخوان المسلمين الذين اتهموهم بالمسؤولية على الانفجار. وقد تبنى حساب على تويتر لجماعة تطلق على نفسها العقاب الثوري المسؤولية عن الانفجار. وفي فلسطين المحتلة، مناورات عسكرية يشارك فيها 13 ألف عسكري من قوات الاحتلال في أسلحة الجو والمدرعات والهندسة وجهاز الشباك، والهدف هو محاكاة احتمالات حصول عمليات فلسطينية لأسر جنود إسرائيليين ولتفجير عبوات وتنفيذ عمليات أخرى ضد الإسرائيليين. المناورة تستمر حتى المساء. ومن جهة ثانية، مرة أخرى اقتحم مستوطنون إسرائيليون بحماية شرطة الاحتلال اليوم باحات المسجد الأقصى. الاستخبارات السعودية تمكنت من تحرير الدبلوماسي عبدالله الخالدي من مسلحي القاعدة في اليمن، وقد أعيد إلى الرياض. وأخبار دولية متفرقة في هذا التقرير. ضربت هزة بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر مقاطعة يونان جنوب غرب الصين، وأكدت السلطات المحلية أن 20 شخصا أصيبوا ونقلوا إلى المستشفيات بعد وقوع الهزة. تواصل فرق الإنقاذ الأفغانية بالتعاون مع أهالي القرى عمليات البحث عن ناجين جدد جراء الانهيارات الثلجية التي أوقعت أكثر من 280 قتيلا شمال البلاد، فيما دعا الرئيس الأفغاني أشرف غني سكان بلاده والمجتمع الدولي للتضامن والمساعدة في إزالة آثار الانهيارات الثلجية الأسوأ التي تشهدها البلاد. أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باتجاه اليابان وتوعدت بتوجيه ضربات لا رحمة فيها ضد الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مع بدئهما مناورات عسكرية بحرية مشتركة. بدأ دوك كامبريدج الأمير ويليام زيارة للصين تستمر 4 أيام بعد أن اختتم زيارته لليابان بلقاء الناجين من إعصار تسونامي عام 2011، وتعتبر رحلة الدوق إلى الصين هي أعلى زيارة شخصية من قبل عضو في الأسرة الحاكمة منذ زيارة الملكة إليزابيث عام 1986، وتجول ويليام في المدينة المحرمة في بكين. أطلقت الشرطة الأمريكية النار على رجل أسود مشرد في لوس أنجلوس وأدى إلى مقتله على الفور كما أظهر شريط الفيديو. ويكشف الفيديو عن حدوث شجار عنيف بين الرجل الأسود ورجال شرطة في حي سكيدرو الفقير الواقع قرب وسط المدينة. النشرة انتهت، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.